اسلمي يا مصر انك الفدا، زيادي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي انت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامه، وسلاما يا فؤادي، ان رمى الدهر سهامه التقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. كلنا مغروس فينا حب الوطن من اول ما اتولدنا، ولما كبرنا شويه ونزلنا المدرسه عرفنا يعني ايه وطن من تحيه العلم. اول حاجه شفناها في طابور المدرسه تحيه جمهوريه مصر العربيه. مصر مكانتها كبيره قوي في العالم، وكفايه ان ربنا سبحانه وتعالى من فوق سابع سما كرمها لما قال سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وان شاء الله هتفضل مصر بحفظ ربنا ليها ولشعبها العظيم، هتفضل بخير. لكن الفترة اللي فاتت كان في فترة عصيبة الدولة يعني الشعب المصري مر بيها، فترة كنا كلنا هنروح في مصير مجهول محدش كان عارفه، بس الحمد لله بفضل الله وبفضل حفظه للشعب المصري وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان موجود في الفترة دي وقدر ياخد الشعب المصري لبر الأمان. نحب نحييه على الهوا في أول برنامجنا، وبنحب نقول ان احنا بمناسبة مجلس الشعب 2020 قررنا مبادرة حق الغلابة تكون لصالح نائب الغلابة، لان نائب الغلابة ده هو الوسيط، هيبقى الوسيط بيننا وبين الشعب. وبرافو يا تسنيم، انا بحييك على المقدمة دي. يعني وزي ما زميلتي تسنيم قالت، احنا فعلا مصر بتعيش عرس انتخابي كبير جدا، وخاصة بعد نجاح تجربة مجلس شيوخ مصر 2020 في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كلنا مبسوطين بالفترة اللي بتحصل دي، واكيد كلنا عايزين مصر تتطور اكتر. في الحقيقة احنا اتفاجئنا كتير، طلبات كتيرة قوي، والحاجات اللي جات لنا على السوشيال ميديا والحاجات الاتصالات كمان، الناس واثقه فينا جدا. الحمد لله دي نعمه من عند ربنا، الناس واثقه فينا جدا، واثقه ان احنا لما هنطلع حد فعلا احنا بنتكلم بلسان الغلابه، بلسان رجل بسيط، رجل الشارع البسيط، بعيدا عن الكلام والمصطلحات الكبيره اللي احنا بنسمعها والحاجات دي. الناس واثقه ان احنا هنطلع حد هيتكلم بلغه الغلابه. قالوا لنا انتوا جسر التواصل، انتوا المنبر بتاعنا، ان انتوا تسالوا الناس دي 1 2 3 الاسئله اللي من القلب، اللي بعيدا عن الكلام المنمق والكلام اللي هو الكبير قوي ده. فانا حبيت اشكركم على الثقه دي، وان شاء الله ان شاء الله يعني هنكون يعني في حلقات كتيره ان شاء الله مع نواب غلابه هتقدر تساعد الناس دي، وباذن الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ديليفري خير. واحنا الحقيقه برضو زي ما شريف قال، احنا بنحب نشكر جمهورنا العزيز اللي هو وثق فينا، واحنا ان شاء الله هنكون عند قد الثقه دي باذن الله. واحنا اتفاجئنا ان احنا الموضوع معانا جاي بالعكس، احنا مبادره حق الغلابه، احنا اكتشفنا ان احنا جايلنا رسائل على البيج بطاقه ايجابيه ان عايزين مرشحين معينين. احنا الموضوع معانا جاي متلخبط، جاي بالشقلوب. احنا دلوقتي الشعب هو اللي بيختار المرشح. في ناس كتير بعتوا لنا رسائل ان هم عايزين مرشح معين عن دايره ابو حماد شرقيه، واحنا خدنا الرسائل بتاعتهم وتواصلنا مع السيد المستشار السيد سلامه مرشح مجلس نواب 2020 عن دايره ابو حماد شرقيه. انتظرونا بعد التقرير. مشرفنا النهاردة سيادة المستشار السيد سلامة عن دايرة أبو حماد والقرين شرقية، وإحنا مبسوطين جدا إن هو معانا النهاردة بحب الجمهور دي. أهلا وسهلا يا فندم، منورنا، منور برنامج طاقة إيجابية. ربنا يخليك يا فندم، منور الدنيا. متحرمش من حضرتك يا شريف. نحب نعرف بس في أول الحلقة كده حضرتك عملت إيه عشان الناس تحبك كده؟ أنا بقالي تقريبا ما يقرب من 30 سنة أخدم في كل أهالي مركز ابو حماد والقرين. انا بعمل عملته كمحامي، وتبنيت كل قضايا الخاصه بالمواطنين سواء في القرين او في مركز ابو حماد، وعملت
بها بكل جد وبكل إخلاص، واستطعت بمشيئة الله أن أصل إلى كل صاحب حق بحق. فعشان كده الناس عايزين إنسان يقرب منهم، الناس عايزة إنسان يخلص ليهم، الناس عايزة إنسان يشعروا فيه بالإطمئنان ويلتف حوله. ولذلك لما النهاردة لما يعني تروا أن هناك فيديوهات كتيرة جدا جدا حشود من المواطنين بيقربوا مني، وأنا على فكرة لم أتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب من تلقاء ذاتي، أنا مش فاضي إطلاقا، إلا أنني وجدت أن حشد وجمع كبير من الناس جدا حضروا لي في مقري الخاص بقرية عليم مركز محمد شرقية، وطلب مني بإلحاح كثيرا وبإصرار على أن أتقدم لعضوية مجلس النواب. وبعدما رأيت أن هناك آمال للناس ديت ممكن أن هي تخيب، تقدمت وقبلت الترشيح وقدمت أوراقي، وإن شاء الله أنا هكون دائما وأبدا كما كنت سأظل أكون خادما لجميع أهالي مركز أبو حماد القريب. هو احنا مصدقين حضرتك طبعا، ان هم لان احنا زي ما قلت قبل التقرير ان احنا جات لنا رسائل من اهل دايره حضرتك ان عايزينك انت، عايزين المستشار سيد سلام. الحمد لله ده فضل من عند ربنا كبير، وحب الناس ده على فكره الحب، حب الناس من حب ربنا سبحانه وتعالى. لما تجد حضرتك انه الناس بتجمع على واحد اعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه، واللي ربنا بيرضى عنه اكيد بيعمل عمل كويس. حضرتك نشأتك هناك كانت في القرية؟ انا نشأتي في نشأتي في قرية عليم مركز محمود شرقية، وانا يعني انسان بطبعي بحب التواضع الشديد، انا احب الانسان، اتأثر كثيرا بالطفل جدا، اتأثر بالطفل جدا، احترم المرأة جدا، احترم الشيوخ، وارجع بقى للشباب، أنا حياتي كلها للشباب، لأني أرى أن الشباب يعني محتاج الكثير والكثير منا عشان نقف جنبه. الشباب هم أمل الحاضر وكل المستقبل. مصر بالشباب سوف تنهض. ليه؟ لأني بسواعد الشباب القوة العمل مصر تنهض بالشباب. ولذلك يجب علينا جميعا وكل الأعضاء وكل الناس يهتموا بالشباب كويس جدا جدا جدا، ويوفروا لهم حياة ويوفر لهم أساليب حياة كويسة جدا عشان هذا الشباب يستطيع أن ينهض بمصر. خصوصا يا فندم إن ما بقاش فيه كمان هجرة، يعني مبدأ الهجرة ده خلاص ما بقاش موجود بسبب الكورونا وبسبب وقفوا الطيران وما بقاش فيه شغل بره. فهو الشاب يعني في القرى كان الأول بيروح طالع إيطاليا، مسافر، مهاجر أي بلد، لكن دلوقتي بلده أولى بيه. بالظبط. يعني لما يبقى فيه عضو مجلس الشعب يقدر يوفر للشاب بدل، هو خلاص أوريدي ما فيش هجرة. نعم. يعني حتى اللي كانوا مهاجرين نزلوا مصر بسبب الكورونا. فيعني احنا نتمنى ان حضرتك تعمل لهم حاجه بحيث ان هم كده كده بيحبوا البلد، بس عايزين يحبوها بالفعل. الشاب عايز نوادي اجتماعيه محترمه، الشاب عايز شقه، عايز شغل، عايز الشاب عايز بالفعل كده عايز يعني يتم توفير له وثيقه فرصه عمل مناسبه. الشاب عايز شقق، عايز خدمات اجتماعيه كتيره. الشاب عايز منا كل جري. الشباب عايز منا كل العمل لمساندة هذا الشباب. هتجد أن مصر ترتفع وترتقي جدا جدا جدا، لأنه نحن على فكرة لما تعمل إحصائية هتجد أن الغالبية العظمى في مصر حاليا شباب. ولذلك النهاردة هؤلاء الشباب يجب على كل منا أن يهتم بهم ويرعاهم رعاية صحية، رعاية علمية، رعاية اجتماعية، كل نواحي اللي بيحتاجها الشاب. انا عن نفسي شخصيا انا هجند حياتي كلها للشباب، اساعد الشباب اينما كنت وفي كل مكان ان شاء الله. هعمل كده يعني. خد بال سيادتك ان في حاجه مهمه جدا وده رايي انا بحب. نعم. كده ان انا مش لازم ابقى عضو مجلس الشعب. ده كلام جميل. عشان خاطر ان انا هبتدي اساعد. فيا جماعه انا مستني الحصانه عشان اساعدك، انا مستني كذا عشان اشغلك، انا مستني كذا عشان احاول يبقى ليا تواجد معاكم. وده اللي احنا حسيناه حتى من رسائل. نعم. الناس بسيطه جدا، الناس شغاله حاجات اعمال حره وشباب بعته وعماله تشكر في حضرتك والكلام يعني كلام كويس. دي حاجه بصراحه اسعدتني يعني. نعم. فانا في إيه كل احاديثي على فكره اللي وفي كل المؤتمرات اللي بعملها انا دايما اقول للناس كده، سواء نجحت وبقيت عضو
وممثلا لكم في مجلس النواب هعمل، وان لم انجح ساظل اعمل طيله حياتي من اجل اهالي مركز ابو حماد والقرين. ممتاز. مش هبطل عمل ابدا اطلاقا سواء بالمجلس او من غير المجلس. اللي عايز يخدم مصر يعمل ويشتغل، ما يستناش مجلس الشعب. تمام. انا انسان، انا طول حياتي بخدم في الناس وطول عمري بخدم في الناس في كل مجال حياتهم، سواء في النواحي القانونيه او في النواحي الاجتماعيه. اي حاجه بقدر اعملها بعملها لهم، ولذلك الناس لم تتجمع في اختياري الا اذا كان هذا نابع من قلوبهم، على اعتبار ان انا طول عمري مادة حياتي ليهم، سواء اذا كان عمل قانوني او عمل اجتماعي هادف لكل طوائف الشعب. انا حابب برضو اتكلم مصمم انا بلغه لغه الشارع، لغه الانسان البسيط الفلاح اللي قاعد على الارض دلوقتي. نعم. بيتفرج. نعم. مش الناس اللي لابسه بدل، مش الناس اللي تقول كلام كبير قوي مش هيتفهم تحت. انا كاني واحد من دايره حضرتك. نعم. شاب عادي، واحد من دايره حضرتك دلوقتي قاعد بتفرج. والمفارقه يعني لازم اقول لحضرتك على الهواء ان انا مش شرقي، انا شرقاوي برضه، بنتمي لاهل الشرقيه وانا فخور بيهم. ربنا يخليك، تشرف الشرقيه كلها. تسلم تسلم يا ست. انا دلوقتي كشاب من اهل قريه حضرتك، انا دلوقتي هنزل ليه من البيت هروح انتخب حضرتك؟ يعني ايه الدوافع اللي تخليني حضرتك ممكن تقدم لي ايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ايه البرنامج او الرؤيه الانتخابيه بتاعت حضرتك اللي انا على اساسها هروح انتخب حضرتك؟ اللي بيجعل كل مواطن يسعى ويتقدم ناحيه الصندوق بقى، عشان اتكلم شويه بالفلاح يعني، عشان يدلي بصوته لاحد المرشحين، واحد الحب، اتنين الامل، انه يجد او يرى ان هناك امل في هذا المرشح. الامل بمعنى ايه؟ يعني الامل انه هذا المرشح او هذا النائب سوف يوفر له السبل، الحياه اللي هو محتاجها. الانسان المصري على فكره انسان بسيط جدا، ما عندوش طموحات في حياته ضخمه، ده عايز يعيش حياه عاديه جدا جدا جدا، عايز يعيش حياه بسيطه، يجد ان طرق تتوفر ليه، مسكن ياويه، يجب فرصه عمل تلمه من الشارع ويشتغل، وعايز يتجوز، وعايز الامور العاديه جدا في حياه كل انسان فينا عايز ده. فهذا الشاب او هذه السيده او هذا الرجل عندما يجد ان هناك في النائب بتاعه ان هذه الامال يمكن ان تتحقق، بيجري وراها. هذا دي مساله مطروحه ومساله، والناس ما بتجريش ورا حد الا اذا كانوا عندهم قناعه بيه، عندهم قناعه ان هو هيساعدهم في كل مشاكلهم. اكيد. انا كما كنت اتصدى لمشاكلهم الشخصيه واقف عليها واحلها بشكل كويس جدا، ما تبقى من مشاكل شيء هين، لانه انا النهارده هذا الشاب او هذه السيده او هذه المراه او هذا الرجل عنده ايه عشان اعمله له؟ ده عايز طرق، عايز حياه بسيطه جدا 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 عشان يعيش، يعني مش طالب قصور عشان يعيش فيها، ده طالب حاجات بسيطه جدا جدا. يا فندم يعني في الشرقيه، يعني غير المدن، يعني في الشرقيه نعرف ان هو كل اللي عايزه قوت يومه وقوت يوم اسرته، يلاقي يعني فرصه تعليم كويسه. نعم. في احنا كان في حلقات تقريبا اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت كانت معانا بنات الاوائل على الثانويه العامه. نعم. وفي واحد الاول على الثانويه العامه، دول ظروفهم صعبه جدا. يعني انا متهيألي لو في عضو مجلس شعب، هو يعني ايه يا فندم البرنامج الانتخابي؟ انا يعني انا ضد فكره البرنامج طبعاً الانتخابي. طبعا انا على فكره لي رؤيه في هذا الامر، يعني كثيرا من الناس يكلموني يقول لي برنامج الانتخابي بتاعك، بقول لهم يا جماعه عضو مجلس النواب ليس له برنامج انتخابي، وانما له رؤيه انتخابيه. البرنامج الانتخابي ده بتاع رئيس الجمهوريه عندما يترشح. ليه؟ لكن انا اؤمن بان عضو مجلس الشعب له رؤيه انتخابيه، بمعنى ان يكون فاهم ماذا، ايه اللي يصلح التعليم، ايه اللي يصلح الصحه، عشان لما يجي النهارده من ضمن خصائص مجلس الشعب ثلاث: سن التشريع، واخدر الناس علشان التشريع هم رجال القانون. اثنين، مراقبه الدوله او مراقبه الحكومه عن الاعمال، وبرضو اقدر ناس يقدروا يراقبوا الحكومه هم رجال القانون. والامر الثالث ده خدمي، فانا المفترض يكون عندي رؤيه في مجال اصلاح التعليم، رؤيه في مجال اصلاح الصحه، رؤيه مجتمعيه، عشان لما تيجي تقول للنهارده للوزير ما عملتش دي ليه، تبقى انت فاهم بتعمل ايه، لكن ما تروحش ما يبقاش عندك رؤى اصلا، وما عندكش اصلا شيء
تفكر فيه في في في, في نحو الاصلاح، وتروح تقول للوزير او تروح تقول للمسؤول انت دي ما تعملتش ليه، ما انت مش فاهم. فالمفترض يكون عندك رؤيه. لكن برنامج انتخابي هذا لا، انا بقول ان عضو مجلس النواب له رؤيه انتخابيه، له رؤيه وليس له برنامج انتخابي. ليه؟ لانه المفترض ان المسؤول عن اصلاح التعليم وزاره التعليم، والمسؤول عن اصلاح الصحه وزاره الصحه، والمسؤول عن النواحي الماليه وزاره الماليه. فكل وزاره دي مؤسسات، كل مؤسسه ليها رؤيه معينه. لكن نراق حدثنا الشيق معانا مداخله تليفونيه دلوقتي. مساء الخير. ايوه مساء الخير، مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، منور برنامج طاقه ايجابيه. ربنا يبارك حضرتك، ربنا يحفظك. تحياتي لشيخ المستشار الكريم سلامه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وطبعا نامل ان ربنا سبحانه وتعالى. عرفنا بحضرتك، عرفنا بحضرتك يا فندم. دكتور محمد سعيد عبد الجليل، استاذ الحديث في كليه اصول الدين جامعه الازهر. اهلا بك دكتور. اهلا بك يا جلاله الدكتور. شرف ليا ان انا اكون بلديات وصديق سياده المستشار السيد سلام. شرف ليا يا فندم. فخر وسام على يعني على راس كل واحد من مركز ابو حماد. اهلا وسهلا بحضرتك. شرف لينا معانا الدكتور. تحب تقول ايه النهارده لسياده المستشار وهو منورنا في برنامج طاقه ايجابيه؟ والله الاول طبعا بقدم تحياتي لسياده المستشار للاستاذ كريم اللي سمعنا ان هو شرقاوي. اهلا وسهلا. طبعا برضه حبيبش معاليك. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كمان شرقاوي. تمام؟ والله الحلقه النهارده شرقاوي. النهارده كله صدفه. احنا انا فعلا ما كنتش اعرف ان سياده المستشار شرقاوي وتقريبا جنب بلدياتي على طول. يعني النهارده كله القعده كلها شرقاويه النهارده. ان شاء الله القعده دي تتم بعد كده بعد ظهور نتيجه الانتخابات، ونبارك لسياده المستشار ان شاء الله نجاح في الانتخابات. ربنا يخليك يا دكتور. ويكون عضو لينا ممثل لمركز ابو حماد في مجلس النواب. طب دكتور يعني استاذنك بما ان حضرتك معانا بقى على الهواء من نفس المكان بتاع سياده المستشار، حضرتك بتشوف ايه اللي بيحصل عنده؟ يعني ايه ليه الناس كلها مصممه، وايه الحشد ده، والناس كلها ليه حابه ان سياده المستشار يعني يقوم بالخطوه دي؟ والله يا استاذ شريف انا عايز اقول لحضرتك ان مركز ابو حماد فقير جدا من ناحيه الخدمات. محتاج حاجات كتير جدا، ومحتاج نائب فعلا يكون عنده نشاط وحيويه ويتحرك في مركز ابو حماد. اكيد. ده طبعا للتقليل من سائر النواب السابقين. طبعا سياده النائب احمد فتحي باظه وسياده النائب طارق سويلم، الناس بالفعل كانوا مجتهدين جدا في ابو حماد. اكيد ليهم احترامهم. اكيد. سياده النائب ثروت سويلم معروف برضو بخدماته الكويسه. طبعا انا بقول لحضرتك ان سياده النائب احمد فتحي باظه وسياده النائب طارق سويلم ناس كانوا ناشطين جدا في المجال ده. بس احنا طبعا عايزين ناس جديده تقدر تحمل افكار جديده لمركز ابو حماد، لان مركز ابو حماد فعلا ثقيل جدا 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 في النواحي الفنيه. ويمكن ممكن عدد لحضرتك حاجات كتير جدا احنا محتاجينها في مركز ابو حماد. لكن قبل ما اقول كده عايز اقول لحضرتك ليه الحشد الكبير لسياده المستشار السيد سلامه. اول حاجه الناس بتحب المستشار السيد سلامه لانه واحد من الناس عايش في وسطهم، بيعيش الامهم واحلامهم في المناسبات الاجتماعيه. انسان مجامل جدا، انا الافراح كل حاجه نجد المستشار السيد سلامه موجود في وسطنا. وده الناس عايزاه، مش عايزين نائب بعد ما ينجح في الانتخابات يقول لنا السلام عليكم ويروح القاهره يقعد هناك في مكتب النواب ويكتب تليفونه، وبعد كده علشان نتواصل ليه يبقى الامر صعب. وده برضو انا بفكر وبفكر في اخر الانتخاب ان دي ان شاء الله رب العالمين ما تكونش حاجه فيه بعد كده. المسيحة دي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود لي من امر المسلمين شيئا فاحتجب عنهم حجبه الله يوم القيامه. ربنا يحجبه من رحمته. فاحنا عايزين ناخد الفطار زي ما عادت الثقه 30 سنه بيشاركنا المنا واحلامنا يكون موجود معانا بعض ان شاء الله بعد نجاح الانتخابات الفتره الجايه. تمام. الحاجه الثانيه الحب الشديد جدا للداخل الانتصار، وده حضرتك زي ما عرفت الصور في بدايه الكلام الصغير والكبير. النساء قبل الرجال، الكل يؤازر سياده المستشار لحبه ده حقيقه لهذا الراجل. الامر الثاني اللي احنا برضه بنتكلم فيه
ان احنا بنقول ان الترشيح لمجلس الشعب مش مجرد اكون عضو مجلس الشعب، مش مجرد ان انا عايز اكون حاصل على شهره او حاصل على جاه او سلطان او مكان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعه قيل يا رسول الله متى الساعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. جميل. وقال قبل ان يوسد الامر الى غير اهله اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال يا رسول الله وكيف اضاعتها؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. نعم. احنا عايزين مصر محتاجه في الفتره الجايه رجال تقوم البلد على فواعلهم. ناس مصر وتحب تعمل لاجل البلد. مش علشان مجد شخصي ولا علشان حاجات شخصيه، ولكن كلنا محتاجين في الفتره الجايه ان احنا نتكاتف ونتآزر. البلد بتمر بحاله صعبه جدا جدا جدا، محتاجين اللي يقوم بالمرحله الجايه دي إن شاء فعلا الله. رجال يكونوا بيتفقوا على الحكم. ان شاء الله. عندهم ثقافه، عندهم ثقافه، عندهم فكر. كل اللي احنا حبيناه في الانتشار، كابتن الانتشار السيد سلامه رجل من رجال القانون، فهو قادر على التشريع. لكن انا النهارده لما اجي ابحث عن بعض او كثير من المرشحين لمجلس النواب انا اللي حاصل على دبلوم طبعا مع احترامي الكامل للشهادات، لكن انا محتاج فعلا حد يكون عنده ثقافه يقدر يشيل هم البلد، يقدر يكون فعلا مجال للتشريع، مجال لمراقبه التنفيذ علشان البلد تكبر الفتره الجايه اكثر مما هي موجوده عندنا. ان شاء الله. احنا سعداء بمداخله حضرتك. الله يفتح. شكرا يا جناب الدكتور، ما تحرمش من حضرتك ابدا يا دكتور. شكرا. شكرا يا فندم. حضرتك الجميله. وانا يعني اضافه كمان للكلام، انا عايز اقول ان مع احترامنا لكل المرشحين، اكيد كل واحد ليه هدف، اكيد كل واحد ليه رؤيه معينه عايز ينفذها. احنا منبر محايد، اللي عايز وعنده الجرأه او اللي عايز يطلع يتكلم بلسان الناس احنا تحت امركم. احنا باب مفتوح. باب البرنامج مفتوح لاي حد شايف نفسه يصلح ان يكون نائب الغلابه. دي حقيقة. احنا يا جماعه برنامجنا برنامج طاقه ايجابيه، مبادره حق الغلابه. دخولنا في عالم مجلس الشعب والنواب 2020 ده بناء على رغباتكم انتوا. انتوا اللي طلبتوا مننا ان احنا نعمل حاجه زي كده، ودي شهاده نعتز بيها جدا جدا. البرنامج محايد بس بنحاول نوصل فعلا، لما الاقي الشعب هو اللي بيقول انا عايز ده يبقى اكيد يا سياده المستشار اكيد حضرتك أكيد. باذن الله هتاخد لقب نائب الغلابه باذن الله. ان شاء الله. انا عايز اخد بس من مداخله حاجه. اتفضل. انا لاحظت الاستاذ الدكتور محمد. الدكتور اللي دخل قال محمد. دكتور محمد قال ان النساء بتعز حضرتك جدا. اكتر عملت لهم ايه؟ يعني ايه الخدمات كأنا كواحده ست ايه اللي انا اقدر؟ انا طول عمري بقف جنب نساء مركز ابو حماد والاورين. عندما أجد أن هناك سيدة حقها ضايع أجري عشان أجيبه. من الناحية القانونية طبعا، يعني من ناحية أن حضرتك كمستشار قانوني طبعا طبعا. تمام. أنا دائما وأبدا أزرهم في كل مشاكلهم الخاصة، لأني أنا أمي والسيدة أم وأختك وخالتي وعمتي، يعني نص المجتمع هم سيدات. أكيد. هؤلاء الـ 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 النخبة من المجتمع يستاهلوا منا كل التقدير وكل التحية وكل احترام. والرسول صلى الله عليه وسلم استوصى النساء خيرا. أكيد. خلي بال معاليك. فدي مسألة يعني النساء ثم النساء ثم النساء. النساء دولي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يستوصينا خيرا بالنساء لازم نجري عشان النساء، ولازم نعمل للنساء كل كبيرة وصغيرة. وبعدين هي الأم هي النساء الام بقى دي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من احق الناس، احد الصحابه سال الرسول صلى الله عليه وسلم من احق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال امك. ثم من؟ قال امك. ثم من؟ قال امك. ثلاث ثم ابوك. فالام اي المراه تستاهل منا كل التقدير والتحيه وكل الاحترام على طول الطريق مع 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 الام ومع السيدات. لا دي مساله يعني ما حدش قرب من النقطه دي اطلاقا. وخد بال سيادتك ان في حاجه برضو مهمه، ان الاماكن القرى اللي زي كده نعم بيبقى التعامل فيها يعني احنا عائلات لحد ما عائلات تبقى عائلات كلنا نعرف بعض
واه فانا بتكلم حته معينه ان حته الثقه دي في حضرتك. نعم. ان نعم. حد يبقى حد داخل وسط عيله تانية، ما احنا حياه مع بعض عايشينها مع بعض. كل الناس تعرف مين فلان، وكل الناس تعرف ده ايه وبيعمل ايه وبيشتغل ازاي وبيخاف على مين. لا دي مساله، احنا مجتمع اسري متماسك جدا، مجتمع ريفي، ده مجتمع رائع. الكل يعلم عن الكل، وكل الناس عارفه بعضيها، مجتمع كله دفء عالي. الدفء العالي ده حاجه يعني اعتقد في اماكن كتيره جدا الناس محرومه من هذا. طبعا يروح شغله ويرجع بيته السلام عليكم، لا لا، ده نحن في المناسبات كلنا نتجمع، وفي غير المناسبات نتجمع كلنا ونتكاتف كلنا مع بعض في النواحي الاجتماعيه وفي النواحي الاقتصاديه، لازم نكون مع بعض. ده احنا بنعمل عندنا حاجات رائعه جدا، حاجه زي التكافل الاجتماعي، صندوق الكل يؤاجر فيه والكل يدفع فيه عشان لما يحصل فيه مناسبه ولا حاجه نتوجه الى صاحب الشقه اللي عنده مشكله ونقف معاه. ده بصرف النظر حاجه حضرتك، ده بصرف النظر اطلاقا، ده خالص خالص خالص، هذا الامر دي نواحي اجتماعيه بحته، ليست مرتبطه بمجلس النواب ابدا، وانما اشياء لزاما علينا ان نفعلها. ده واجب، ده حق، ده واجب، دي شهامه، دي رجوله، لازم نعملها بمجلس الشعب او من غير مجلس الشعب هنعملها. مش فيها كلام، دي حاجات. هي دي الميزه، ان ما حدش بيدور على الشغل. يعني الميزه ان انا اصلا من الاول انا شغلي كده. الاول انا شغلي، يعني انا لما الاقي واحد، انا لما الاقي طفل صغير بيبكي، هل متصور ان انا اعدي من جنبه وامشي؟ لا يمكن. مش هيحصل. لما الاقي راجل راجل كهل في سن كبيره، انا اللي بجري عشان اجري اسلم عليه واقوم له واحترمه. واحده مظلومه، لا امال ايه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغرنا. هذه قواعد اسلاميه عظيمه جدا. اتفضل يا فندم. معانا مداخله بدون قطع كلام حضرتك. معانا مداخله تليفونيه مع المهندس اشرف سيد خليل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا باشمهندس، منورنا. الله يخليك، ازي حضرتك؟ ميرسي على مداخلتك. طبعا في الاول خالص بحيي كل طاقم البرنامج الطاقه الايجابيه على القناه المحترمه قناه الصحه والجمال، وتحيتي دول بمثلها في الاستاذه فاطمه والاستاذ شريف عادل. ميرسي جدا. واللي زود تعريفها طبعا ان انا وانا بتابع الحلقه دلوقتي فوجئت ان الطاقم بالكامل من محافظه الشرقيه، فاحنا كده خدنا دعم كامل على مستوى الاعلام المصري بالكامل. ده شرف لينا ان احنا الشرقيه. كبير مهندسين محترم. وطبعا كابتن شريف انا من خلال متابعتي لصفحه الفيس بتاعته والتعرف عليه قبل الحلقه اعتقد ان هو من ضمن الكوادر الرياضيه في نادي الزمالك اعتقد يعني. يعني او اللي ظهر في الصفحه بتاعته. فانا بس بحب اضيف اضافه بنسبه الملحوظه دي ان انا المهندس القائم على كل الاعمال الانشائيه اللي شافها نادي الزمالك في الخمس سنين اللي فاتوا من حمامات سباحه وقاعات وصالات والكلام ده مع المستشار مرتضى منصور. ما شاء الله ما شاء الله. انا سعيد جدا بالمداخله دلوقتي. احنا سعداء بحضرتك. سعداء بحييكم، تحيه جامده جدا على مبادراتكم الطيبه. لان انا شايف ان القناه دلوقتي اصبحت منبر بيعرض اغلب ما يخص كل اللي يهم عامه الناس وخاصتهم. دي اولا. الحته الثانيه طبعا انا بتقدم بكل عبارات الترحاب واجمل كلمات التحيه لابن محافظ الشرقيه ومركز ابو حماد معالي المستشار السيد بسلامه. حبيبش من حضرتك يا باشمهندس. اعتقد انه منور جامد جدا. حبيبي جدا جدا. حبيبي ربنا يخليك. وحتى الاداء بتاعه والسمت العام بتاعه سمت احترافي جامد جدا. وانا اعتقد ان لو في بقى عيون فجيره شويه ممكن تستعين فيه في مجال الاعلام والفن والكلام ده. اكيد. لان الشكل العام شكل مشرف جامد قوي. انا وشريف برضو قلنا كده اول ما شفنا سياده المستشار قلنا له هيبقى مذيع معانا او ممثل. باشمهندس ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. ده في حته ثانيه يا كابتن شريف، مناسبه ان حضرتك في المجال الرياضي يعني. لو تفتكر شويه في جيل التسعينات كان طلع في منتخب هولندا لعيب كان خرافي جامد قوي اسمه ماركو فان باستن. ده كان هداف المنتخب هولندا في الفتره دي. انت كده لو جبت صورته دلوقتي وقارنتها بصوره المستشار سيد هتلاقي 120% تفوق. حبيبي يا باشمهندس ربنا يخليك يا حبيبي. في الحته دي هتلاقي انا عندي حق جامد قوي يعني. شكرا يا فندم. ما هو اللي ربنا بيحبه بيحبب في خلقه وبيبان عليه. هو ده سر السؤال يا فندم اللي حضرتك طرحتيه.
ده سر السؤال اللي حضرتك طرحتيه من حوالي 10 دقائق على المستشار الطيب، انت عملت ايه للناس شويه؟ ايوه طيب، عشان انا حريص اكتر من اللازم على وقت البرنامج الثمين، هقول فيه ثلاث حاجات صغيره جدا احب اتكلم فيهم. الحاجه الاوليه، انا شايف شخص المستشار السيد المرشح الانتخابي، وعايز اقول انا شايفه ازاي زي اي حد من عامه الناس. المستشار السيد عمل حاجه غريبه جدا في مركز ابو حماد. انا من طائفه من الناس ما بهتمش بمجال العمل السياسي بقالي سنين كبيره جدا. من حوالي 30 يوم المركز ابو حماد بالكامل حصل فيه حاجه غريبه، وكان فيه ميه واقفه وحد رمى فيها حجر حرك الميه الراكده اللي كانت واقفه. المستشار سيد عمل حاجه تقدر تقول عليها كابتن شريف، ان حرك الراي العام في منطقه الشباب. معلش يا باشمهندس، معلش يعني عيدها تاني. كان في ميه، كان ايه؟ قول الموضوع عشان ممكن الناس. لا انا بضرب لك مثل وكان قدامك حمام سباحه. انا بضرب لك مثل وكان قدامك حمام سباحه، ميه واقفه، فالميه دي مع طول الوقت الميه اتغير شكلها وطلعت ريحه. في النهارده انت ضربتي فيها حجر، الميه اتحركت. ايوه اتحركت. في تغيير في الحاله الميكانيكيه بتاعت الوسط اللي احنا بنتكلم فيه. مستشار سيد النهارده لما اخذ قرار بحيث انه يتقدم ومبادره انه يترشح لان هو يبقى ممثل المنطقه اللي هو عايش فيها او المجتمع المدني اللي هو عايش فيه في الانتخابات البرلمانيه 2020، الخبر كان جميل جدا ولقى دعم ومردود غير طبيعي من جموع الناس العاديه قبل الناس المتخصصه او طبقه المثقفين. الناس حضرتك لو انتقلت لمحافظه الشرقيه وعملتي جوله في حركه النواب هتلاقي اسم المستشار سيد مسمع جامد جدا على الرغم. دي اول جوله هو يخوضها او يفكر ان هو يخوض مجال الانتخابات مجلس الشعب. نمره اثنين، مش من يعني المستشار سيد ستر الله سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا وحب ربنا، ولكنه مش مصنف من الاثرياء في المنطقه. حضرتك لما تاخد الحسين دول في الاعتبار وتبصي على مجال الدعم ومجال الحب اللي الناس بالكامل ماشيه ورا المستشار سيد في تأييده وفي دعمه في المهمه اللي هو شل على عاتقه تنفذها، تحس ان في حاجه غريبه جدا، حاجه يا اما حاجه روحانيه ربنا سبحانه وتعالى قصد في قلوب الناس حب الراجل ده بدون سبب، او ان الراجل ده يمتلك من الثراء الفاحش لدرجه ان هو الجموع اللي وراه دي طالعه بالشكل الغريب اللي احنا لم نعهده بقاله سنين. اخدت بال حضرتك؟ المستشار سيد مش هطول على تزكيته، ليه لمسات كلنا حسيناها الفتره الاخيره بشكل غريب جدا. اخر اللمسه دي انا دعيت من حوالي 10 12 يوم في المقر الكريم بتاعه، وكانت اللمسه بتاعته كان مقدم دعوه لتكريم اللي احنا بنسميهم اصحاب الاحتياجات الخاصه، وفوجئت بلمسته الجميله جدا ان هو غير الشعار اللي هو احنا يعني الشعار ده شعار مهذب. انا فوجئت ان هو غير الشعار كمان الى من ذوي الاحتياجات الخاصه الى ذوي الهمم. ما تقدريش تتصوري كم السعاده بتاع الفتيات والشبان الصغيرين اللي كان محتضنه في المقر بتاعه قد ايه، وما تقدريش تحسي مقدار السعاده لما هو ساب المنصه. الطبيعي في مراسم التكريم ان كان كل واحد من الاعضاء هيروح المنصه يسلم على المستشار وياخد هديه متواضعه من عنده ويستلمها ويكمل فعاليات الحفل. الراجل اصر انه ينزل بين على المنصه بتاعته ونزل بين جموع المدعوين بالكامل وخلى كل واحد تبع هذا الفصيل في مكانه. راح له هناك وسلم عليه وساب معاه لمسه معنويه وعاطفيه غير طبيعيه، وكان مردودها كلنا شايفينه على وشوش الناس اللي هناك. المستشار سيد في الفترة الأخيرة احنا عندنا هنا في مراكز الشباب على مستوى مركز أبو حماد ما كانش بيسيب مناسبة غير لما بيقدم الدعم اللي هو يقدر عليه. اللي احنا لو نسجناه للمستوى المادي اللي هو عايشه أعتقد إن مفيش حد كنسبة وتناسب يقدر يكمل الدعم ده في كل المناسبات الاجتماعية في تكريم أوائل الثانوية العامة. في المناسبات الدينية الفترة الأخيرة كان دايما اسمه بيتردد، ولا نزكيه على الله. كل المواصفات دي ولا نزكيه على الله عشان يبقى الموضوع في ميزان حسناته بإذن الله. طب انا النهارده مش هكمل في تسجيلاتي للاستاذ مصطفى السيد، لان غالبا اللي يعرفني يعرف مصطفى السيد ويعرف الشرعيه هيقول ان شهادتي مجروحه في حقه. بس انا هدي فرصه لاستاذ المستشار ان احنا نسمع منه ثلاث حاجات صغيرين نحاول نبني بيها البرنامج ونحاول من خلالها نطمن احنا ماشيين ورا مين. استاذ المستشار لعند حضرتك ما تقدمت بمبادره
ترشحك كنت ما زلت في كشوف الناخبين ولم تلتقي الى كشوف المرشحين. لو حضرتك ما زلت في كشوف الناخبين كمواطن زينا بالكامل، تقدر تقول لنا اجابات على ثلاث حاجات نقدر نستفيد منهم بعيونك؟ اتفضل يا فندم. بالصفه او بصفه الامانه المهنيه اللي حضرتك ممكن تتكلم من خلالها. اتفضل يا فندم. اول جزئيه، يعني ايه مرشح برلمان؟ يعني ايه عضو مجلس الشعب؟ حاجه ثانيه، طب هو مجلس الشعب بعد لما عضو مجلس الشعب بعد لما يرتقي وياخد تأييد الاصوات، هو ايه الوظيفه المنوط بيه تنفيذها بعد كده؟ الحاجه الثالثه، لو حضرتك ما زلت في طائفه الناخبين، وفقا لرؤيتك تفكر او تفتكر مواصفات المرشح لو انت حبيت تديله صوته ايه بالظبط؟ حضرتك قلت الاسئله اللي احنا محضرينها. حضرتك يا باشمهندس قلت حرقت، حضرتك يا باشمهندس حرقت الاسئله اللي احنا محضرينها. لا هو ده كان حتى بس يا باشمهندس وهنجاوب على حضرتك دلوقتي. اعلامي اعلامي جميل. هو كده حرق الاسئله اللي احنا كاتبينها. جميل باشمهندس اشرف، ده من الشخصيات الرائعه جدا جدا جدا. ميرسي على المداخله يا باشمهندس. ميرسي جدا. ومن اصحاب الفكر العالي يعني. اولا مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب هو ممثل عن الشعب. يعني راجل مجتمع. يعني راجل لكل طائف الشعب، يعني راجل شعبي، يعني راجل عندما يرى مشكلة لأحد الأشخاص يتقدم، ما يقفش أبدا من غير دعوة يتقدم عشان يحلها ده. لكن فيما بعد بقى مهام نائب مجلس النواب، مهام عضو مجلس النواب، عشان بس أعرف الناس أنه له مهام ثلاثة. الأولى سن التشريع او اصدار التشريع. بلاش نقول سن التشريع عشان الناس هتقول لك يعني ايه سن التشريع. لا، اصدار التشريع. هذا التشريع ده عندما يتم اصدار من مجلس الشعب يجب ان يكون مدروسا، مش كلمات هنصغها في قالب ونقول ده كلام يا جماعه امشوا على ده. اصدار التشريع يا اصدار التشريع ده اللي هو عباره عن ايه؟ احنا بنتكلم القوانين. بنتكلم قوانين. يعني لما نيجي نضع قانون، لما نيجي نعمل قانون للناس يجب ان يتلائم او يتماشى القانون مع كل طائف الشعب، مع الكبير والصغير، مع الاثرياء والفقراء، مع النساء والرجال. هذا القانون المفترض يكون مدروس اجتماعيا واقتصاديا، اثر على المجتمع ايه؟ هل القانون دوت بيمس كل قطاعات الدولة وكل البشر؟ هل هيكون في صالح الجميع أم في صالح جامع كبير جدا من الناس أم هيكون ضدهم؟ يجب أن يكون القانون مدروسا. هذه الدراسة الذين قادرون على أن يصنعوها أو يفعلوها هم رجال القانون. ليه؟ تمرسنا العمل القانوني وعرفنا إيه المغزى من التشريع. أنا ليه؟ أنا بعمل قانون النهاردة عشان لما بجد، اولا القانون قلت حاجه، لما بجد ان هناك حاجه ملحه اصدر قانون. لو لقيت ان الـ 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 السيارات اللي بتيجي في المعاكس بتعمل حوادث وبتعمل حاجات كتيره بعمل قانون بجرم السير عكس الاتجاه. على هذا المنوال يعني انا اقصد اقول لحضرتك انه يجب ان يكون مدروسا اقتصاديا واجتماعيا، ما يتحطش كده بهباء، لازم ان يتلائم او يتوافق مع كل طرف الشعب. الامر بقى الهام اللي هو تحول الان من 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 ضمن المهام عضو مجلس النواب الخدمات. الناس كلها عايزه الخدمات. ايوه طبعا. وده انا طبعا معاهم في كده كويس جدا، لكن انا اؤمن بالخدمات الجماعيه. انا اعمل طريق الكل يستفاد منه. انا اغطي ترعه الكل يستفاد منها. انا اعمل شبكه طرق الناس زي ما سياده الرئيس العظيم اللي انا بافتخر بيه انا وكل المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الرجل انا اتمنى من كل مسؤول ان ينهج هذا الهناك او يعمل شيء من اللي بيعمله. هذا الرجل بي 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 بينتحر عشان الشعب المصري. اكيد. ليل نهار يعمل انسان، وليل نهار يعمل عشان مصر، هذا الوطن الشريف، هذا الرئيس الانسان. انا على فكره عامل له صور كتير جدا عندي قبل مجلس الشعب وقبل حبا لاني انا اعلم انه رجل عمل يعمل. انا احب الانسان يعمل. انا بشتغل 18 ساعه في مكتبي على فكره، اذا كان مكتبي في القاهره او مكتبي في مركز محمد، بعمل 18 ساعه يوميا. انا احب الانسان اللي بيشتغل. فالرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل ليل نهار عشان مصر،
وبقول للناس اصبروا شويه على اذا كان هناك بعض من الغلاء اصبروا، لكن هي الاب عندما يحاول يبني بيت فيعمل ايه؟ بيمسك ايده شويه على ابنائهم، ابنائه. فهي قسوه الاب على الابناء قسوه جميله، قسوه حب، قسوه عشان خاطر عشانكم بعمل عشانكم فتحملوني. فانا بطلب من الشعب كله يتحمل فخامه الرئيس، لان المشاريع والكباري اللي حصلت مشاريع ايه؟ مشاريع ايه؟ حياه مصر دي الكباري. ده احنا على فكره حصلت دلوقتي تتدرس. لو حضرتك فتحتيني بقى في الموضوع ده هخرج من الانتخابات خالص واروح لان انا مغرم لانه مصر بتتبني. صح طبعا، راجل بيبني مصر بيبني وطن، مفيش حاجه بتبني لازم كلنا نشوف كده ولا ما نشوفش. يعني ربنا نفسه خلق الدنيا في ست ايام. لا قسم يعني بربي، قسم بربي، لانه من المخلصين المحبين المحترمين. خد بالك يا فندم اللي بيحصل ده والتغيير الشكل العام بتاع شوارع مصر والكباري والحاجات دي، انا شفته وكنت متابعه في دبي والدول العربيه، يعني في بدايه التطور بتاعهم. نعم، الناطحات السحاب والحاجات اللي كان بيعملوها. نعم بالظبط، طبق طبعًا اللي كان بيحصل. طبعا شوارع كانت بتعمل شوارع تانية عشان خاطر الشارع ده يمشي، على ما اخلص التاني على كوبري ما اعمله بيغيروا شكل. انا كان عندي اشرف بيه في دبي قضيه وسافرت، لم اجد في دبي الا العمائر الشاقه والشوارع النظيفه والسيارات الفارهه. هذه هي السياحه في دبي. طبعا ما عندهمش اثار عندنا، ما عندهمش البحار، ما عندهمش حاجات كتيره جدا الا هذه الاشياء. وكل سياحه العالم في دبي عشان المناظر الجميله الهندسيه الرائعه، رائعه، حاجه جميله جدا. السيد عبد الفتاح السيسي قدر ان هو يعمل طبعا ده طبعا قدر ايه يعني حاجة ده قدر ايه ده اعجاز والله العظيم اللي بيتعمل في مصر. أيوة اعجاز. صح. انا هرجع بقى على الحلقه عشان الناس ما تقولش انتوا جايين تقولوا كذا. نرجع بقى للسمه الثالثه او الخصيصه الثالثه من خصائص مجلس الشعب، قال لي خدمات. خدمات بقى الناس كلها عايزه خدمات خاصه، وانا عايزهم لانه محتاجين. يعني اللي عايز يتعين طب ما تجري شوف له وظيفه، اللي عايز يتجوز ما تساعده، اللي عايز شقه عشان يسكن فيها. اظن هي كلها طلبات مشروعه لكل البشر، انه عايز شقه يتجوز فيها، عايز عمل عشان يصرف منه. عايز في سيده بتبقى محتاجه كارد بسيط طبعًا عشان تقدر تعمل حاجات في بيتها وتبيعها، مشروع بسيط حضرتك طبعًا. الموضوع ده مهم طبعا. انا قسم بربي لو ان ربنا يعطيني لا اعمل هذا من مالي الخاص. انا طبعا مش عايز اقول على الهواء ان انا بعمل ايه، لكن اللي بقدر اعمله بعمله لوجه الله، مش عشان مجلس الشعب اطلاقا اطلاقا. لكن انا بيصعب على الناس جدا لما اجد ان انسان محتاج ومحدش واقف جنبه، لا انا اتاثر تاثر شديد. وبرضو والله قسم بربي ما اقول هذا لمجلس الشعب، لكن انا كانسان في الاول وفي الاخر اتاثر بالناس الغلابه جدا، اتاثر بالطفل جدا، اتاثر بالست اللي بتطلع تشتغل. انا بشوف ناس ستات تطلع تشتغل شايله حاجات وقفف وحاجات كده على راسها وطالعه عشان تبيع الفجر. وارى ان هناك سيدات تطلع تشتغل في العاشر من رمضان بدر الفجر تطلع تشتغل. دول ناس عظماء عشان يجيبوا 1000 ولا 2000 في الشهر. لا الناس دي عايزه نقف جنبهم، الناس دي محتاجه منا نقف جنبهم عشان نساعدهم يشعروا ان هناك امن وامان معاهم. في اخر الحلقه عايزين بس قدامنا 3 دقائق، فعايزين حضرتك تقول لنا على الهوا كده لاهل دايرتك اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ومشرفينا، تحب توعدهم بايه؟ هوعد اهل الدائره في حاله نجاحي او عدم نجاحي ساظل خادما ابدا لكم، ساظل معينا لكم على طول حياتي، هفضل اخدمكم طول عمري حتى ان اموت، هفضل طول عمري معاكم، هفضل طول عمري اساعدكم، هفضل طول عمري واقف بجنبكم سواء بمجلس النواب او بغير مجلس النواب. ليه؟ انا واحد منكم وانتم مني وانا منكم، فهفضل طول عمري اساعدكم كما كنت اساعدكم من قبل سوف اساعدكم بالان ومن بعد ومن بعد ومن بعد. احنا سياده النائب المنتظر ان شاء الله احنا تشرفنا بحضرتك كتير حبيبي، ربنا يخليك. في ختام يعني برنامجنا طاقه ايجابيه زي ما وعدناكم، وكل مره ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، نكون دايما واقفين جنب الغلابه، واقفين دايما مع حق الغلابه، ومبادره حق الغلابه برضو مستمره. احنا تحت امركم في اي حاجه، تحت امر الناس، لان احنا بيكم اساسا.
على وعد بلقاء آخر إن شاء الله، ولكم مني أطيب الأمنيات. أنا عايزة أقول حاجة برضو، يعني إحنا بنشكر كل الناس اللي دعمتنا في البرنامج، وكل الناس اللي تواصلت معانا وطلبت إن إحنا نفتح مجال عضوية مجلس الشعب، إن إحنا نبقى جسر بينكم وبين المرشح، وبإذن الله الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. وشرفتنا يا سيادة المستشار، بشكر حضرتك سعداء بحضرتك جدا، بشكر الشريف، وبشكر أسرة البرنامج والقائمين على العمل، بشكركم كل الشكر. وأنا كنت سعيد في هذه الحلقة الممتعة، بشكركم، بشكر السادة اللي حضروا معنا في المداخلات الجميلة الشيقة، المهندس أشرف والدكتور محمد سعيد. هو الحقيقة في مداخلات كتير بس احنا وبشكر وقفنا كل المداخلات أهالي مركز أبو حماد وأهالي القرين، بشكركم وسأظل دائما وأبدا عون لكم ما حييت. أعزائي المشاهدين، على وعد بلقاء آخر، انزل شارك. السلام عليكم، تفاءلوا بالخير تجدوه. نعم.